واحد بيقول انا شاب من اسيوط واعمل بشركة بالقاهرة منذ 3 سنوات والى الان لم اجد يوما مريحا في هذا العمل، لانه لابد ان اكون منافقا وكذابا لكي استمر. طب يا اخي منافق وكذاب لمدة 3 سنوات تلقيك يعني اتقمت الشغلانة دي؟ الحاجة اللطيفة ان الواحد يوجد في موقف كله كذب ونفاق وهو يحتفظ بشخصيته. لما انت تحتفظ بشخصيتك وسط الملائكة ليس لك فضل، لكن لما تحتفظ بشخصيتك في مواقف وحشة يبقى هي دي القوة. انا عايزك تحتفظ بشخصيتك. بيقول فهل اترك العمل من اجل الله؟ لا، اترك الكذب والنفاق من اجل الله. ام اترك الله من اجل العمل؟ ده كلام يا ابني، ده تقول لي اترك الله من اجل العمل.